علي أيضرم النار بباب دارها وآية النار على منارها وبابها باب نبي الرحمة وباب أبواب نجاة الأمة بل بابها باب العلي الأعلى فثم وجه الله قد تجلى ما اكتسبوا بالنار غير العاري ومن ورائها عذاب النار لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر إذ رض تلك الأضلع الزكية رزية رزية ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي صار يا شيخ يا فحمرة العين وفاطمة فحمرة العين وعين المعرفة تدرف بالدم على تلك الصفة وللصيام ترنة صداها في مسمع الدار فما أشجاها ومن سواد متنها اسود الفضاء يا ساعد الله الإمام المرتضى واكزن على السيف في جنبي أتى بكل ما أتى عليها ولا تسري خبر البسماري أسأل من قال سل صدرها
خزانة أسراري يا شيخ أجمل لنا ما جرى على فاطمة. قال والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خباء. ولذلك من أثر ما جرى وما وصف على فاطمة باتت على فراشها تودع الدنيا يوما بعد يوم. كأني بزينب وقد دخلت عليها فرأتها تجود بنفسها أمه أمفارقة. قالت بني زينب أمر الله جاري. قالت مطلب عندي يا أمه. ماذا تريدين يا زينب؟ قالت كما حضرتك عند محنة أمير المؤمنين أن تحضريني عند محنة الحسين. إذا بتروحين يا يما وتيتميني أوصيك بكربلي لازم تحضريني. قسمتي بضلعك اللي هشم الظالم لازم تحضريني بكربلي لازم. ومين يوقع على الغبر قمر هاشم تعالي ومسحي الدمعات عن عيني. أمه من ألبس ثيابك واذكري العصر وقت وداع الأخ حضريني يا زهر. ليش زينب؟ خلينا نقابل بصدره نحرق على أفراق الأخ يا يم عينيني. وأوصيك بوصية اسمع يذوب قلبك ها. وأوصيك بوصية بساعة المصرة من يضربني الشمير وعلى الثرى ما وصية لا تخلينا على صدر حسين يتروى. تعالي وخلى ابويا المرتضى يجيني من يوصل اخبويا بساعة المصرف خلي يجيب لي وياه يما قناع ما عندي احد واخواني فوق القلب على فراق الاهل يما انعمت عيني. يقول الزهرة حالت منها التفات وإذا بها تنظر إلى ذلك المسمار يا ويلي. فذكرت ما جرى عليها
هذا خيال شاعره، كأن الزهراء تخاطب ذلك البسمة. يلا ريد انشدك يا المسمار، وريد جواب تعطيني يا الساكن وسط صدري وليل نهار ماذيني. أنشدك عن ثلاث سهام انت السبب جليه، لو قلت انسى ما اذكر قمت تذكرت له. اذكرك بالخرق صدري وويله، اذكرك بالخرق صدري وخلى الدمع اجريه. لو صبرت دلاليش يصبر دمعة بعيني. يلا تذكر سهام عبد الله من شقيت لنحره، لو سهم الولد عباس هليش به السطر، لو سهمي العزيز حسين يوم طلعت من ظهره وويله. لو صبرت دلالي شصبر دمعة بعيني. قلنا ما ظنيت يا الخاين تفجعني واشوف البيت، يا ليتك ساكن بقلبي ولا تذبح رضيع حسين، ولا تصوب ابو فاضل ويفقد جوده والكفين، ولا تتحول مثلث وويله، ولا تتحول مثلث وتفجعني على حسيني.